السلام عليكم. البعض قال ليش يا أخ محمد يقولوا إنك متحمل على القنوات الرسمية وإنك بتنزل عليها؟ أقول لهم هذه القنوات الرسمية ملك الشعب، ملكي وملكك، ملك المواطن، المفروض تكون في صالح هذا المواطن، لا تنتمي لا لهذا ولا لهذا، تنتمي للشعب وللمواطن الذي بتنتزع رواتبها وحقوق الموظفين فيها من جلده، من عرض هذا الشعب، من ضرائبه، من زكاته. المهم تدافع عنه، لا تدافعش عن أشخاص. بس للأسف في قنواتنا هذا أصبحت هذه القنوات الآن هي والقتلة سواء. ليش؟ بل أخص جرما وأكبر جرما من القاتل، لأني تقتل الناس عدة مرات، القاتل يقتل مرة بس، هذه القنوات تقتل عدة مرات. هي من تستضيف أشخاص يقولون عليهم علماء يبيحون القتل ويبيحون سفك الدماء، هي من تستضيف جنود المفروض هم حماة الوطن والمواطن، تستضيفهم وهم يتفاخرون بأنهم قتلوا والجثث حولهم، قتلوا من أبناء شعبه وتبيح القتل. هي من تستضيف ناس يقولون على أغلب الشعب أنه ملحدين وكفرة وأنهم يهود. شفتم خضر هذه القنوات؟ خضر أكثر من البازوكا والمدفع، لأن هي من تروج للقتل، هي من تسعى إلى القتل، هي من تبيح دماء اليمنيين. يعني الذي أظن على ما أعتقد اللي في القرية أو في القرى اللي ما فيش معه إلا قناة اليمن مثلا، من كثر ما يتابعهم يتخيل أنه خلاص يركب حزام ناسف ويجي يفجر نفسه. اسمعهم قتلة يهود، خونة، مجرمين، هؤلاء عملاء لإسرائيل، خلاص يقول أنا أسير أدافع عن بلدي وعن عرضي وعن هذا، إذا جونا يقطعوكم رجلكم ويديكم. هذه القنوات تحرض عليهم فدورها أخطر من أي دور، فلذا نحن نناقشها ونريد أن تخدم هذا الوطن، لا تريد أن تخدمنا وتخدم أي أحد، تخدم وطنها فقط، تخدم شعبها، شعبها الذي يموت في الحدود، شعبها المواطن الذي يعني لا يجد قوت يومه، تخدم هذا المواطن، لا تخدم أشخاص ولا أفراد. في فترة من الفترات افتتحوا قناة رسمية جديدة وهي قناة سموها قناة الإيمان. استبشرنا، كنا قناة رسمية من ملك الشعب، أكيد تناقش هموم الشعب، ما دام اسمها الإيمان فأكيد أنها ترسخ تعاليم إسلامنا الحنيف، ترسخ الإيمان بالله وكتابه. ما أن فتحت هذه القناة اكتشفنا العكس، اكتشفنا أني مشي لترسيخ الإيمان بالله وكتابه، فأصبحوا يستضيفوا الضيوف يحرضوا على القرآن، يحرضوا على حفظ القرآن ودور القرآن في قناة تسمى الإيمان. نسمع من هؤلاء الأشخاص. أحذر كل قريب وبعيد أن من قد ذهب ذهب أن لا يصنع بابن مرة ثانية قنبلة متفرجينة في دار القرآن الكريم. أنني أعرف طلاب درسوا في دار القرآن الآن يدعس على رقبة والده. حسبنا الله ونعم الوكيل. سمعتم؟ قال أيصبح الذي يحفظ القرآن ويدخل ابنه دار القرآن أو دور القرآن يصبح قنبلة موقوتة. يعني لا يحذر الناس لا يدخلوا خلوا ابنائهم يحفظ القرآن، يبقى قنبلة موقوتة، وانه لو حفظ القرآن يضرب ابوه. هذا قناة الإيمان، يعني طلعت مشي قناة الإيمان بكتاب الله وبالله، طلعت اني قناة الإيمان بعلي صالح وشلة. اما القرآن فاصبحوا يحرضوا عليه، يحرضوا على العلماء، يحرضوا على الدين، فأي إيمان تتكلموا عنه؟ وكما قلنا طلع انه مش هو المقصود الايمان بالله وكتابه، الايمان بالحاكم. فمثلا نستضيف واحد الضيف يقولوا له الشيخ في قناه الايمان يشوف ان يرجع الينا ولي امرنا سالما معافى، فوالله الذي لا اله غيره انني في هذه الفتنه اقتنعت انه افضل ولي امر على في في في, في الوطن العربي. سمعتم؟ يمين انت قسم، هذا عالم جليل قسم انه افضل زعيم عربي ورئيس عربي في الوطن العربي. قلت لكم مش الايمان بكتاب الله، اصدقتوني.
مثل هذه ما تسمى بقناة الإيماء، والقنوات الأخرى الرسمية تلك للشعب، تناقش ما هموم الشعب وما يحتاج، ترسخ فينا القيم الإسلام، تعاليم إسلامنا، الأخلاق. بس اللي يشوفه لا احترمت كبير ولا وقرت شيخ ولا عالم ولا احترمت حد. العلماء ورثة الأنبياء، المفروض نجلهم ونحترمهم، لا لشيء، لا بس للعلم الذي يحملونه. ايش بيقولوا عليهم في هذه القنوات؟ هؤلاء هم ما همش علماء، وانا اقولها هذا اعداء الله، سفاحي قتله، وهذا بيانهم. لا تقولي، لا تقوليش، خلونا نعبر. سمعتم مثلا هذا مش علماء، قتلوا مجرمين، قتلوا مجرمين رجعوا، بس الذي بيذبحوا بالصواريخ والمدافع والطيره هؤلاء كراما برره. العلماء اصبحوا لانهم بس خالفوا، قالوا كلمه حق، قالوا لا بد من حق دماء المسلمين، ولا بد ان البلد اهم من الشخص ومن الفرد، اصبحوا قتله. بس اصحاب الصواريخ هؤلاء بس بيفرفشوا على الشعب، ينعنشون. اسمع غيرهم من هؤلاء العلماء او ما يسمى بالعلماء سابقا، زي ما او ما كان يسمى بالعلماء سابقا، يعني زي ما عندما يقولوا رئيس سابق، وزير سابق، قلت في عالم عندهم عالم سابق، يعني يمكن فقد الذاكره، نسى العلماء يمعون، الان اصبح عالم سابق، لانه ما عاد شنو، ما عاد وش تبع شرعيه، نروح بالتم ما بيجيش يصلي في السبع. احنا نشاورك لنا علماء من الخارج، بدل ما العلماء هذا خلاص انتهي، مفعولهم باليمن قشتروا بالدولار، ندي لنا مستوردين من سنتين. اما هذا الوقت تشتي علماء من الخارج، نعم هذا بحب تشتي محلين، بلدي، انتي صيني، او تشتي تفصول عالم. عالم بالروح بالتم، عالم ابو راتب. عالم معد من علم العمامة والمسبعة أبو 99، عالم هذا عندهم العلماء، اشتي من الخارج يا حول. ونسمع، وصلنا إلى مرحلة يا أستاذ الكريم نطالب فيها بمحاكمة العلماء. سمعتوا بيقولوا على مذيعة قاضية قضاة المذيعي تريد محاكمة العلماء، يعني شفتوا في هذا القنوات أو على من بيسموهم مذيعين، شفتهم يطالبوا بمحاكمة فاسد، محاكمة سارق، محاكمة من باع الغاز والشعب بدون غاز، من باع النفط وحقول النفط. هل سمعتم يطالبوا بمن باع ميناء عدن، من باع خيرات البلد وثرواته؟ ما هذا سهل، السرق واللصوص الحرمية، لكن نحاكم العلماء. أيوة العلماء ورثة الأنبياء، فلازم نحاكمهم. شفتوا على قنوات رسمية وعلى مذيعي يحاكموا العلماء. نسمع غيرها. أما بالنسبة لعبد المجيد الزنداني، وأنا لا أقول عليه شيخ، لأنه لم يعد يتمثل يعني بالرجل اليمني الذي كان يتقلد شيخ العلم والعادات عن التقاليد الإسلامية. سمعتوا وأكيد سمعتوا الكثير بخصوص الشيخ الزنداني وغيره من العلماء، كم بيسبوهم وكم بيشتموهم، كم أساءوا إليهم،